السلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من الموقف اليوم. السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل دخلنا منطقة الحل، أي التوصل إلى تسوية ترضي المقاومة في غزة ويقبل بها الإسرائيلي والأمريكي؟ الجواب ليس بهذه السهولة. المسافة بين النصوص التي يطرحها كل من الفريقين، فريق المقاومة ومن معه وفريق أمريكا وإسرائيل ومن معهما، المسافة لا تزال كبيرة. الأرضية التي ينطلق منها كل من الطرفين في مقاربة دعوة للهدنة وللتبادل مختلفة عن الآخر. المقاربة الأمريكية الإسرائيلية لا تزال تقوم على كيفية الحصول على فرصة لتحرير كامل الأسرى الإسرائيليين من دون دفع الثمن المتوجب، وهو إعلان فشل الحرب، أي وقف إطلاق النار النهائي. إبقاء ورقة الحرب بيد الإسرائيلي حتى لو كان عاجزا عن استخدامها هو تعبير سياسي عن عدم مواجهة الرأي العام الإسرائيلي بنتيجة الفشل، لأنه مجرد أن تبقى ورقة الحرب بيد الحكومة الإسرائيلية فهذا يعني تماسك الحكومة أولا التي سيستقيل الوزراء الممثلون لليمين المتطرف منها إذا وافقت على وقف الحرب، وهذا سيمنح نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي القول أنه سوف يعود للحرب حتى لو لم يعد إليها بعد نهاية شهر واثنين وثلاثة وخمسة وستة، ينطلق من أن بيده قرار العودة إلى الحرب لأنه رفض التسليم باعتبار ما يجري هو اتفاق على وقف نهائي للحرب. الانطلاق الأمريكي الإسرائيلي من فرضية أن المقاومة يمكن أن تقبل بهذا الحل مبني على عاملين: عامل له صلة بتقدير خاطئ لصمود شعب غزة أمام الظروف القاسية التي يعيشها في البرد ونقص الغذاء ونقص الدواء وتدمير المساكن، لاعتقاد بأن هذا سوف يضغط على قيادة المقاومة لتخفيض سقف شروطها والقبول بهدنة تؤمن المساعدات الإنسانية، ولا يهم الأمريكي والإسرائيلي أن يقال إن هذا نوع من جريمة الحرب، أي مقايضة الغذاء والدواء وقدر الحد الأدنى من شروط الحياة بشرط الحصول على الأسرى الإسرائيليين بأقل ثمن ممكن في عملية التبادل. واقعيا هم يراهنون على هذا. ثانيا يظنون، يتوهمون أن التهديد باستكمال العملية العسكرية نحو رفح يمكن أن يشكل أيضا عنصر ضغط إضافي. المقاومة ناقشت هذين العاملين وعادت إلى شعبها، وشعبها الذي قدم حتى الآن 30,000 شهيد و70,000 جريح لن يسامحها إذا قبلت بأقل من معادلة النصر، لأن هذا الشعب قياره الذي بنى عليه موقفه هو أن الوضع في غزة كان لا يطاق قبل 7 أكتوبر، وخلال الحرب كانت التضحيات هائلة، وبالتالي ممنوع القبول بصيغة توقف الحرب دون أن تعلن انتصار المقاومة. لذلك يجب أن يكون وقف نهائي لإطلاق النار وليس هدنة، يجب أن يتضمن فك الحصار، يجب أن يتضمن خطة واضحة لإعادة الإعمار، وأن يكون سياقا مفتوحا على أفق يتناول الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني بحدها الأدنى دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي المسافات بعيدة، المقاومة تعتبر بأنها انتصرت في 7 أكتوبر وأن ما بعده لم تكن هي من خاض الحرب، الأمريكي والإسرائيلي جاء إلى الحرب لمحو آثار 7 أكتوبر، فشلا فشلا ذريعا، تحولت الحرب إلى مصدر لهزيمة إضافية للهزيمة التي لحقت بهما في 7 أكتوبر، وبالتالي لماذا على المقاومة أن تقدم تنازلات؟ بل أكثر من ذلك، إن الحروب الرديفة التي شنتها قوى المقاومة في المنطقة لمساندة جبهة غزة تحولت بذاتها أيضا إلى مصادر استنزاف. لا الإسرائيلي قادر على إعادة مستوطنيه في الشمال، ولا الأمريكي قادر على التصرف على قاعدة أن ردعه فعال في البحر الأحمر، بينما قواعده تتعرض للاستهداف في كل من العراق وسوريا وهو لا يجد حلا لهذا. وبالتالي الحاجة للخروج من الحرب هي حاجة أمريكية إسرائيلية، سواء للهزيمة التي وقعت في غزة بجيش الاحتلال
أو للمترتبات التي نجمت عن جبهات المساندة بالنسبة للأمريكي وتداعياتها على صورة الردع. لكن الأمريكي والإسرائيلي ليسا مستعدين لدفع فاتورة الهزيمة. هذه المسافة المتباعدة تعني أن ثمة وقت يجب أن يمر، وثمة اختبارات يجب أن تحدث، لكن هل تعني بأننا ذاهبون إلى المزيد من الحرب؟ هنا الجواب مختلف في الحقيقة. ما قد يوحي به التباعد يمكن أن يستنتج منه إذا لم نكن ذاهبون إلى وقف الحرب، فإذا نحن ذاهبون إلى المزيد من الحرب. هذا في الحقيقة لا يطابق الواقع. الرهان على المزيد من الحرب هو مزيد من الخسائر. لا الإسرائيلي قادر على المزيد من الحرب، ولا الأمريكي قادر على المزيد من الحرب. والوقت ليس في صالح الأمريكي والإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي الذي خاض الحرب في غزة أصيب بالإنهاك، بالتعب، بخسائر كبرى، يحتاج إلى وقف الحرب، البعض يقول بين 2 و3 سنين، حتى يتمكن من إعادة تأهيل صفوفه وترميم بنيته. والمضي به قدما في مواجهات جديدة بالاستناد إلى ألوية احتياط ضعيفة وهزيلة يعني خسائر فادحة ويعني فشل كبير. أي قيادة عاقلة تسعى لتجنيب جيشها مثل هذه الاختبارات القاسية. والأمريكي مزيد من الوقت يعني بالنسبة له مزيد من انهيار السمعة، من ظهور العجز. البحر الأحمر هو يتحدث عن كسر إرادة أنصار الله، وفي كل يوم أنصار الله يزدادون حضورا وقوة وتأثيرا على مجرى الملاحة في البحر الأحمر. كذلك الأمر ماذا سيفعل في العراق وسوريا؟ مزيد من الغارات، إذا مزيد من الضربات على القواعد الأمريكية. وفي جبهة لبنان كثرة الكلام لا تفيد، يعني أن يقف جالانت لثلاثة مرات متتالية يتحدث عن مهل وتسقط المهل، وما لم تنجح الجهود الدبلوماسية نحن ذاهبون إلى الحرب. كم تعطي الجهود الدبلوماسية؟ من 2 إلى 3 أسابيع، مرة الأسبوعان ومرة 3، ثم 10 أيام ومرت 10 أيام. فالوقت ليس في صالح الإسرائيلي ولا في صالح الأمريكي. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا في منطقة لا حرب، والدخول إلى منطقة وقف الحرب قد يحتاج بعض الوقت، ولكن ليس الوقت الطويل. وبالتالي نحن في دائرة تقريب المسافات التي تفصل بين النصوص، لأن قدر الأمريكي والإسرائيلي هو المجيء إلى منطقة لا حرب. التملص من الاعتراف بالفشل والتملص من إعلان وقف الحرب غير ممكن، لا طريق إلا مقاربة تصل إلى التسليم بشروط المقاومة. المقاومة مزيد من الصبر والصمود، واضح أن خيار المقاومة وشعب غزة هو المزيد من الصبر والصمود. وبالتالي ستمر أيام، 10 أيام، 2 أسابيع، 3، سنجد أن الحديث عن الصفقة أو عن التفاهمات لم يسحب من التداول. سنبدأ نسمع كلام تقدير إيجابي لورقة المقاومة بخلاف ما قيل عنها في اللحظات الأولى بأنها سلبية أو مبالغ بها. سيبدأ الحديث عن أن الإيجابيات فيها جديرة بالتوقف، ويبدأ البحث عن تدوير زوايا، والحديث عن مقاربة يمكن أن تكون في منتصف الطريق، لأن الأمريكي والإسرائيلي لا يملكان بدائل، ولأن المقاومة هي الأقوى في الميدان، ولأن قوى المقاومة في المنطقة هي التي تمسك بساحاتها. وبالتالي الأمريكي والإسرائيلي أمامهما خياران لا ثالث لهما، إما أن تنزل بأمريكا بكل ثقلها، لأن إسرائيل لم يعد لديها ثقل لم تقم باستخدامه، وإذا قررت الذهاب إلى حرب مع لبنان فهي تحتاج إلى الثقل الأمريكي، فإذا القرار الآن عند أمريكا. هل تذهب أمريكا إلى حرب كبرى؟ واضح أن أمريكا لن تذهب إلى حرب كبرى. إذا الطريق الوحيد هو كيف يوضب الواقع الإسرائيلي من أجل القبول بوقف نهائي للحرب. التوضيب في الواقع الإسرائيلي يصلح له أحد من المخرجين التاليين. المخرج الأول هو أن يمضي نتنياهو ويقول سنذهب إلى وقف الحرب، ويضحي بحلفائه من اليمين المتطرف، ويكون البديل هو ما وعده به لبيد من أننا جاهزون أن نكون كمعارضة جزء من حكومة وحدة وطنية، نتناوب على رئاستها ل3 سنوات، نعطيك 1.5 سنة ونأخذ 1.5 سنة. فإذا يعطيه بوليصة تأمين ل1.5 سنة كرئيس حكومة. هذا خيار يشجعه الأمريكيون، لأنهم يضمنون عبره بقاء نتنياهو بما له من وزن وتأثير في الساحة السياسية.
والخيار الثاني هو أن ينحاز نتنياهو إلى حلفائه في اليمين المتطرف برفض مطلق لوقف الحرب، وفي هذه الحالة ستكون المسيرة أطول وأعقد من الأولى، بحيث أنه يستدعي الأمر إزاحة نتنياهو إما باستقالة بني غانتس وعدد من الوزراء من الحكومة فتنهار، وإما بإطاحة نتنياهو من داخل الليكود وهذا أشد تعقيدا وصعوبة، أو أن يرتفع صوت الجيش بقوة فتقدم استقالات رئيس الأركان ورئيس الشباك ورئيس أمان بتغطية أمريكية وترمى بوجه نتنياهو وحكومته، ويكون هناك استعصاء وإشكالية في تعيين رئيس أركان يقبل الجيش به وينصاع لأوامره، وبذات الوقت يرضي رغبة نتنياهو بالذهاب إلى الحرب. هذا أمر لن يكون بسيطا، غير مسبوق بتاريخ إسرائيل أنه استقالة رئيس أركان بحجم هليفي، من سيقبل أن يكون رئيسا للأركان من بعده وعلى خلفية مواصلة الحرب؟ وإذا وجد هذا، من سيرضى بأن يخضع لإمرته؟ يعني إلى أي مدى الجيش يتماسك تحت إمرة رئيس أركان سيأخذه إلى حرب يعرف الجيش بأنها حرب انتحارية، يعرف بأن ما خيض منها كان كافيا للقول بالفشل والقول بالهزيمة. لذلك الوصفة الأفضل للأمريكي الآن هي أن يسير نتنياهو وأن تتصدع الحكومة ثم يعاد ترميمها، وبالتالي تكون، ولكن هذا خيار طبعا محفوف بالمخاطر أمام حجم النتائج المعنوية المترتبة على نتنياهو وعلى الحكومة بمجرد الإقرار بالهزيمة في تداعيات سياسية وتداعيات اجتماعية، والتيار المتطرف عندها سيخوض معركته في الشارع، يعني راح إسرائيل على محل تاني. لكن قدر الإسرائيلي الآن هو القبول بشروط المقاومة لأن الحرب أقفلت أمامه، وما لم تنخرط أمريكا بالحرب مباشرة فهو غير قادر على مواصلة القتال. بالتالي نحن إذن بالمختصر نحن في منطقة لا حرب، الأرجح هو أن نذهب إلى منطقة إنهاء الحرب، لكن دون ذلك مجموعة من التعقيدات التي تطال الوضع الداخلي الإسرائيلي والتي لابد من تذليلها حتى نصل إلى إنهاء الحرب والخروج من الحرب. المقاومة معنية بمزيد من الصمود، وحلفاء المقاومة أي جبهات المساندة معنية بالمزيد من التصعيد، لكن نحن نقترب من اللحظة التي يكون فيها القطاف وتحقيق الأهداف التي رفعتها المقاومة.